يعطيكم العافية ثامن، إن شاء الله يا مس تكونوا بخير وسلامة. اليوم يا مس رح نبدأ بحل الوجم والدلالة صفحة 74. زي ما تعودنا السؤال الأول بس بدنا نحفظ المعاني الموجودة عنا. السؤال الثاني بيحكي لنا عد إلى أحد المعاجم واستخرج منه معاني الكلمات الآتية. معنى كلمة الدوحة هي شجرة عظيمة ذات فروع. الدوحة هي الشجرة العظيمة ذات الفروع. يتصدى بمعنى يواجه، والإسناد هو الدعم. الإسناد هو الدعم. السؤال تلا الثالث ضع مكان كل كلمة تحتها خط كلمة أخرى تؤدي المعنى نفسه. والاستقلال ليس مجرد مناسبة نحتفل بها في هذا اليوم من السنة، مجرد معنى فقط أو حسب، وإنما هو حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات لتعزيز بمعنى تقوية أو دعم الاستقلال وبناء المستقبل. الجذر اللغوي من الاسم استقلال قلل موارد ورد أو ورد، تنمية نمى مسؤولية سأل. إذا الاستقلال قلل موارد ورد، تنمية نمية ومسؤولية من الفعل سأل. حصتنا الجاية رايحين حل الفهم والتحليل، واللي بعديها للقضايا اللغوية والتذوق الأدبي. بشوفكم على خير، يعطيكم العافية.